السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا. احنا في جمعة قيسر، هاد الخيرات في جمعة قيسر قريب الصطاد، اللي ما عرف الصطاد كاين في المملكة المغربية، الخيرات نوريو لحبابنا فين مكانو. الجالية المغربية والناس مولي المدن الكبرى في المملكة المغربية وكل مشاهد قناة زيتون مرجان فين مكان. احنا عند رافدين تيخدم الغلمي والبكري كي تشوفوا معنا، هذاك الشيء باقي براسو، هذاك الشيء جديد، هذاك الشيء ما عندي ما نقول، شيء جديد تبارك الله، باقي هذاك الشيء بدري تاع الشيء تبارك الله، تبارك الله على السيرة والدين وصافي. هاد الراس راه تيخدم الغلمي والبكري كي تشوفوا معنا. شحال بعت يا خويا راه ودي الغلمي اليوم؟ 11 والبكري؟ 12. كما تشوفوا معنا اللحمة حمراء واللحمة زينة، عاد راه ودي هنايا في جمعة قيسر، وهذا الراجل تا هو راجل مخير. هادي ضروبة سي ضروبة ضروبة انت غتعطينا معلومات بشحال تقابلك اليوم؟ أيه. بالف تحياتي لك، كما قال تبارك الله على السي مصطفى، اليوم رانا محصلكم. الشريف قال لي انت لا انا عرفتك ما تكذبش، وانا علاش السي مصطفى تدفع؟ مع الجوج واش غدير؟ الوقت هو هذا ولي الله يحفظك. شكرا لها اي الله يحفظك. انا سيدنا مرجان هي اللي من الخدمه ديال هذه ضربه ولا عجل داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. اي تحياتي لك وتحياتي اليوم جميعا احبابتنا في انحاء العالم. كل جس بصف يا اخوان خارج ارض الوطن كيقول كنشاهدكم يوميا ياك كل عام كل سنه. دابا لما جينا نصوروك تبقى علينا ياك والله يا ولد، صاحبنا والفنان ولفنا الناس مشاهدين. كيف قال السي مصطفى والفنان مشاهدين يشوفوا مصطفى، مصطفى لما بغى بغينا نصوروه يتقلق علينا يقول لك علاش ما صورتيني. وتحياتي لك السي مصطفى. واحد الجمعه ما جيتيش عندي قلت لك بزت عليه في شي عجل ولا شي حاجه. لا الله يسيب عليك نقول لك ما نستعلاش السي زيد ولا شي عجل. الساعه خويا قلت لي ما تكتبش شي سوق اخر تقريبا. قول لك السي مصطفى هذه ضربه ولا عجل؟ هذه ضروبه بلديه. ضروبه بلديه ماشي ديال ماشي. بعد ما نقول لك السي مصطفى فاش قلت لينا الحقيقه ويني بشحال تقام؟ تقام علينا ب 11 منها. جينا شريت بكري. شريته بكري؟ شريت بكري جينا جينا مع جوج. ما شريتو زعما الرخام شويه شويه كان اللي تقام عليه ب 11 40 30 حنا تقامنا ب 11 منها. وكان اللي تقام عليه بالك؟ لا ما كاينش. كاين. في العجل في العجل في الضروبه. الضروبه المليحه ما تقامش على 1000 تقام على 1000 و60 1080 كان 11000 1000 ريال. تبارك الله على السي مصطفى. مازال ان شاء الله غادي نكون سعيد. وحديده لا تقول على حديده اليوم. حديده صاحبي راجل مزيان. صافي تصاحبتي معاه. هذا هو الصديق تاعنا يتصور معنا الصديق المشاهد قناة زيتون مرجان. وحديده صاحبنا قديم وهنايا في جمعة قيسر وكزار. تحياتي ليه وتحياتي للمشاهد قناة زيتون مرجان اللي كانوا احبابنا تيشاهدونا. كاينين الناس راه من الرباط كيتابعوا وكي تجيهم قناة زيتون مرجان. ما كيشكروا. شي حاجة هذه راه قناة الحريفية. الحريفية خاصهم يعرفوا كيفاش تبينها. الانسان تقل شكرا لك على هاد الجواب تاعك. شكرا شكرا الله يجزيك بخير. حديده اليوم راه مع كيتلف ليا مع اه حتى تبدا تغوت كيما تضحكوا هاد احبابتو انا تنضحكوا معاهم. قول لي سي حديده شحال بعتي اليوم؟ 60 درهم. وعلاش اليوم ما عندكش الغلبي؟ اليوم ما عندكش الغلبي؟ عندي راه مره مره نوبه نوبه مره مره كيما تيقول. دابا غاليه هي دابا اللحمه حمراء وكيف تشوفوا الضروبه زوينه هذه والضروبه موجوده اليوم. موجوده الله يسهل لك يا حديده.
وتبارك الله على صديقنا المشاهد قناة الزيتون المرجان. كيفاش قلت يا عادير خويا؟ سيلو من عند الزيتونين لحمة حمراء خويا. تبارك الله. بلدي هذا. تبارك الله. الهبرة هذا ما تنساش. لا والو واخد اللطف اللي ما فيهش الشقة. ما فيش هذاك. نشوفوا عادير كيفاش غادي يبدا يفصل واللحمة حمراء. كما تشوفوا مشاهدين قناة زيتون المرجان اللحمة كي دايرة سي عادل؟ أنا اللحمة حمراء كانوا تقلدونا أحبابنا أنا مكينة تبارك الله اللحمة حمراء كي تشوفوا معنا عند عادل هنايا في جمعة كاين السمك ها تبارك الله اللحم ماشي سمك السمك هذا البحر الأمازون اللحمة حمراء كما تشوفوا معنا احبابنا في مكانه داخل الوطن او خارج الوطن لحمه بلديه ديال الفولبا تبارك الله كوليني سمكه في بحر الامازون والله الا تقول لحم الفول هذا فول هذا فول تبارك الله فول كارانتي مولاه كاين عند الفول بحال حاضر لي بنفسك هذا هو بلدي بعد ما نقول الله يسهل عليك سي عادل ياك سلعه مليح شي حاجه راه الهبره واللحمه حمراء كيما صنط سي عدنان دواش كيقولوا حمراء كيما تيقلدونا صحابنا باللحمه حمراء والله يسهل عاد اخويا الصبيعه تبارك الله الله يسهل عليك سي عزيز كيف جا في المملكه المغربيه تيقلدونا احبابنا المشاهدين هذيك اللحمه حمراء وصطات في المملكه المغربيه هي اللي جايبه لك البوز هذه الحمد لله بنا احبابنا تيقلدوا وعزيز على المشاهدين جميع القناه زيتون المرجان كلهم عزيز عليهم المملكه المغربيه علاش عزيز عليهم قناه زيتون المرجان حيت بان هذا راه حلوه كلامك حلو وسقي في الدماغ الحمد لله الله يحفظك شكرا الزيتوني الله يحفظك شكرا هاد الناس راه مع المية وحريفية والناس قدام و تيعرفونا ونعرفوهم تبارك الله الشريف وشي حاجة الملج تبارك الله كي داير الناس راه مع المية ماشي زعما ساهلين ولا الله يستر العاقبة بخير انتم مشروكين الله يحفظك مشروكين انتم عارفين عارفين مشروكين تبارك الله على الشريف الله يحفظك شي حاجه ممتازه كي تشوفوا معنا ديما ديما تبوس ديما شي حاجه رفيعه وممتازه عند هذا الشريف هنايا في جمعة كيسان كي تشوفوا معنا هذا الوباء ان شاء الله بفضل الله تعالى امين يا رب عندنا هذا الوباء امين يا رب يرحمنا على العيد ان شاء الله بخير وعلى خير علينا وعلى المسلمين كذا امين وعلى سيدنا امين الناس اللي مولين يديروا لنا كل شيء امين يا رب الله يدخلوا عندنا في الصحه والسلامه امين يا ربي امين كل مسلمين امين الحمد زوين تبارك الله اللحمه زينه اللحمه جيده تبارك الله امورها تبارك الله كما قلنا هذا الراجل راه ديما عنده شي حاجه رفيعه وممتازه ومليحه هما وصديقنا الصديق ديالو مشركوا ويا 30 عام تقريبا من مده 30 شي 30 عام شي 30 عام عمي ما بقاش صديق ولا خويا ولا خوه ولا بحال النفس تاعتو وديما المشروكين هنايا الحمد لله الذي سيدي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدينا وراه هدانا الله الله سخر الله الهدى لهذا الله تعالى سخر هذا لهذا كما تشوفوا ردي من هذا الشيء رفيع عند هذا الرجل هذا ابو شايب راجل درواش راجل مخير كما تشوفوا معنا وقزار قديم وديما تيتصور عندنا وديما تنشوفه سي بو شعيب تبارك الله على سي بو شعيب بخير ناشط لاباس عليك شحال بعتوا اللحم اليوم؟ 12 شحال؟ 12 شحال تقريبا باش تقام سي بو شعيب؟ مقلوب ب 12 وفين ما جيت نسكرك تقول لي 12 والله صافي كلموك صافي بقى تبارك الله على بولي بو شعيب نحييو احبابنا فين ما كانوا هذا بو شعيب راجل مخير هنايا في سوق جمعة كيسر هاد الراجل درواش اللي شافوه من المشاهدين قناة زيتون المرجان يجي يتقدى عندو راجل درواش وراجل قديم هما وهاد الراجل الصديق تاعه هاد الراجل توا راجل مخير هنا في جمعة قيسر راجل درافات و تيشاهد قناة زيتون المرجان واليوم غنصورو في القناة تاعتي تاع
تحياتي لي وتحياتي كل مصور معنا او كان مشاهد او كما كان احبابته هنا في المكان. شحال بات يا معلم اليوم الحمد لله؟ ما سي 60 درهم. 60 درهم اييه. والعجل جوده رافعه حاجه مليحه ياك كما تيقول هذا الرجل، جوده رافعه والعجل حاجه مزيانه. 60 درهم باش تبيعها هنايا في جمعة كيسر. الله يسهل لك.